صباح الخير. على قاعدة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة عم تنضج الطبخة الرئاسية، والعلاقة بين السياسيين كما تراني يا جميل أراك. أعطيني وبعطيك وعرقلي من عندك وفرملي من عندي، أما مصالح الناس فبتنطر وما عادت أولوية. وإذا كانت الشطارة والمكر والدهاء مواصفات بالسياسة، فشراء الوقت الضايع رهان خاسر. صار فينا مثل قصة الديب والبلد مشرع والعسكر بغير مطرح، وأهل السياسة مختلفين حول جنس الملايكة واسم الرئيس. حلو مثل دبس العنب، مين منا ما بيعرف هالحلوى يلي كانت موجودة على مائدة أجدادنا. ولدبس العنب والخروب فوائد كتيرة وأمثال كتيرة، وهالصناعة يلي شكلت مورد رزق لأهالي الجبال كادت أنه تنقرض، إلا أنه أهالي راشية أعادوا من جديد تفعيل المعاصر وقت ما ازداد الطلب على دبس العنب. ولكل معصرة حكاية وخبرية. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. لما اجوا السوريين لهم بالماضي قعدوا بين الكروم، وبتعرف نحن طبيعتنا ما نحبش نتدخل، يعني انه بهال صارت باور الكروم ما عادش تسفى. بعد التراجع الكبير اللي شهدته صناعة دبس العنب براشية خلال فترة الاحتلال السوري وهجرة الناس لكروم وأراضيهم الزراعية، عادت هالصناعة اليوم تشهد نمو ملحوظ مستفيدة من عدة عوامل، أبرزها التطور التقني، الرغبة عند الشباب بالعودة للطبيعة، ورواج مودة الأكل الطبيعي الخالي من المواد المصنعة. بهذيك الفترة تراجعت شوي زراعة العنب، اليوم رجعت الناس تجدد، ورجعت للشباب اليوم صار فيه كمان شيء عم بيفكر بالحياة البيئية المثلى. صار حتى الشاب لو كان موظف ببيروت أو بأي منطقة ثانية بفضل أنه يجي سبت وأحد الويكاند على الجبل يطلع شوي على الأرضات، لأنه نص ساعة ما كله بس بدي يرجعوا عليها نهائياً، لازم يرجعوا عليها، بدي يرجعوا نهائياً للزراعة والفلاحة والتين والعنب والزبيب والأشياء كلها. بس هلأ بضل الوضع الأمني الخضة الأمنية اللي عم تصير وهيك، العالم عم ترجع شوي شوي تنمي هالأشياء، بالنهاية الناس بلا تعيش. هذا الدبس اللي بينوجد هون برشية ما بينوجد ولا ببلد بلبنان، لأنه العنب الموجود عندنا كله دون مي، كله طبيعي من أرض طبيعية واللي بشتيه ربنا بس. لغاية اليوم ما زال استهلاك دبس العنب محصور ببعض القرى وتحديدا القريبة من راشية، ومعظم الانتاج يستعمل محليا بصناعة الحلويات، ولم يسجل اي تطور كبير بتوسع الصناعة لاغراض تجارية. مش للبيع، لا استهلاك محلي، استهلاك ذاتي للبيت. نعم المستهلك نحن بنمون كتير دبس. قد ايه بنمون؟ بالمئة كيلو. ما بيع الا اذا فاض عنا زائد بنبيع. يعني اللي عنده دبس العنب بده يجيبه يعمله دبس ليستفيد منه، واللي عنده كميه زياده عن بيته بيبيعه. اول شيء مورد رزق اضافي، في يعني اغلب العالم معيشتها منه. هلا ما في شك انه مورد اقتصادي، يعني هي بس مثل ما قلت لك ما في كميات كبيره. نعم. يعني الاستفاده قليله، منا كبيره بالشكل اللي انت عم تتصوره. قضماني صاحب احدى اكبر معاصر دبس العنب براشية بيعتبرها صناعة من اهم الحرف القروية، فهي بتشكل مورد اقتصادي داعم وبتساهم بتنشيط الزراعة ومساعدة المزارعين على تأمين مدخول اضافي. كل املنا انه هذه الصناعة، يعني كل تطوير بهذه الصناعة هو جهد فردي، عرفت كيف؟ وعطول عطول نحن حريصين انه نطلع بافضل منتج وبافضل صورة. عدد كبير من المزارعين حتى عنب العرايش بيبيعوا على السوق العنب الحلو كتير، وبيجيبوا على المعصرة العنب اللي اقل حلا. هذا العنب اللي اقل حلا لو ما في معصرة كان راح يكبوه. هيدي قيمة مضافة إلهم، يعني هيدا دخل جديد إلهم، يعني هيدا كان رايح حتى 1000
لا عم يطلع منه دبس كتير مرتب ودبس كتير حلو رفت كيف عم ينزل فيه على السوق، يعني هو عم بيعوض جزء كبير بعض الأحيان من خسارته حتى. على الرغم من أهمية العنصر الاقتصادي، فإنه لدبس العنب أو أبو عصبين كما يحلو لأبناء رشية تسميته فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. أبو عصبين لأنه بيعطي قوة لجسم الإنسان. أيوة نت أبو عصبين. أيوة نت. الدبس طبعا خاصة بالمعسل الرشية بيعملوه بطريقة يعني الناس بتمنى عن العسل أو عن أي شيء تاني، لأنه يعني عن جد منظره شكله وطعمته إفادته. دبس أبو عصبين. ايه دبس العنب ايه لانه قوي هذا ومفيد ايه وخالي من اي غشية. هاي بالنسبه للعنب الصحي يعني منيح، يعني في الناس يذوبوه بيشربوه، يعني بس ما يدبس يعني فيك تاكل اكل بخبز كثير مفيد يعني صحي كثير. الرهان اليوم هو تحفيز المزارعين لزيادة مساحات العنب المزروعة وتنشيط عمليات صناعة الدبس، لأنه مستقبلها رح يكون حلو مثل طعمته. نتابع حلقتنا. مشكلة الكهرباء المتنقلة من منطقة لمنطقة بلبنان عم بتطال المواطن اللبناني من الشمال للجنوب، لتزيد هالأزمة عبء جديد على كاهل اللبناني أكيد مع غيرها من الأزمات. ساعة أزمة للكهرباء، ساعة أزمة للمي، ساعة أزمة للتربية، وساعة لغلى المعيشة. ساعات بتمرق والمواطن ناطر ساعة الفرج. تقرير من منطقة الحزمية. الحمد لله ما في شيء، لا في كهرباء ولا في ماء ولا في دولة ولا في ولا بتاتا مفر. يعني أجادوا هالشعب عايش من في عمار 3 مرات وكهرباء مرتين، اشتراك وكهرباء وبطارية وشمعة، شو بدك بعدك من هيك؟ شو بدي خبرك، على طول الموتور داير ومنجيب ماء. بلد تعتير، مسخرة وتعتير. المصائب السياسية والاجتماعية والخدماتية عم تتراكم بهالبلد. التعتير والمسخرة هي العبارات يلي عم بيستخدمها الناس ليعبروا عن حال البلد. فبلد المي أصبح اليوم بلا مي، ومعاناة أهل الحازمية مع أزمة شراء المياه يوميا فاقت قدرتهم على تحمل هالأعباء. في مي بلبنان في مجارير، صار شوفوا شو عاملين بالمي، شو دايرين عليها مجارير وشو عاملين فيها. بيرجع واحد بيحكي بالمي، ما عم نشتري استرنت، شو بقى نعم مثل غيرنا. لا المي كتير عم تنقطع هون، كل كم يوم منجيب منشتري خزان مي كل كم يوم. شو بدي قلك، الكهرباء والمي مثل هالبلد، كل شي خربان. مي خفيفة وما بتجي، اوقات بتجي كل يومين ثلاثة، والكهرباء حالتها مثل اي منطقة برات بيروت. مثل انا عندي 3 اشياء بدفع بيت، بدفع شاليه، وبدفع محل، 3 موتور، بدفع كهرباء 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 وماي ماي ماي، يعني على طول دوبل وتريبل. بدك احكي الحقيقه، يعني على الكهرباء والماي، الماي عندنا بالمنطقه صدقيني هالسنه كانت عظيمه، نحكي جد، انه بس هاليومين صارت احلى شوي، بس قبل كان التعتير. الستنات رايحه جايه، بعتقد العالم كلها عم تشتري ماي. نحن كل شغلنا على الكهرباء وعلى الماي، برضه هالدوله كتر خيرها مثل ما بيقولوا. ماي ما فيش ماي خلص بنشتري، يعني ما بتقى هوا، مش بتقى مية، بتقى هوا، يعني ما بتملي قالون من أبو 1000 ليرة. تجيبي كمية مية، تعبي مية، تعبي الخزين حتى يصير في مية، بيومين بيخلصوا. بلد العجائب مش غريب انك تشوف الكهرباء بوضح النهار، انما الغريب هو انك تشوفها بعتمة الليل. ما إلها ترن، كان اول شيء في تأنيم مثلا،
تنقطع مثلا 4 ساعات يجيبوها مثلا 6 ساعات، هلا مش معروف. كهرباء غالي يعني 140 دولار 5 امبير عم بتسعر يعني تسعيري من البلديه بتجي. فاتوره الموتور قد 10 مرات على فاتوره الدوله، يعني اصلا مش عم تيجي الدوله كثير، و يعني قد معاش موظفين او ثلاثه الموتور لوحده اذا بدفعوا عنه. ما فيني دور 2 AC بالمحل بتك، اذا تدور الAC بس تروح الكهرباء لتحول للموتور بدي اطفي الاضويه والا ما بتقلع. على القليل على القليل اللي بتنقطع بالنهار بين 18 و17 ساعة. انا عندنا بوزه ما فينا نوقف الكهرباء، يعني مضطرين نعمل اشتراك ليل نهار. يعني عم بيشتغل ادفع الموتور فور كومونسي، لان الكهرباء بعد فوتي ما بيجي، ما عندي مي انا. هلا اذا بتفوتي خيط بعدين بيختفي. بيطلع عليك موتور 1200 او 300 دولار بالشهر، هيدا حرام اكيد. فواتير الكهرباء والمي اللي عم يدفعها المواطنين شهريا يمكن اصبحت بتسدد عجز الدوله. حلقتنا عم تابع معكم ورح نتعرف على مركز بتايوان بيشبه بخدمته الأوتيل 5 نجوم، وهو مخصص للأم الجديدة والمولود الجديد كمان، بس كلفة الليلة 650 دولار. شو هو هالمركز؟ منتابع. سيليبرون هو اسم هالمركز للعناية بالأم الجديدة والمولود الجديد. هو أشبه بفندق 5 نجوم بتايبي بتايوان. فيه تبقى الأم ومولودة شهر من بعد الولادة. بجناح الأطفال ممرضات ذوات خبرة عالية بيهتموا بالأولاد على مدار الساعة، وبجناح الأمهات الخدمة ما بتقل أهمية، غذاء متوازن، راحة، وطبعا ساعات وساعات مخصصة للأم مع مولودة الجديد. الليلة الوحدة بسيليبرون بتكلف 650 دولار أمريكي. من جهة أخرى، مش كل أمهات تايوان بيختاروا المكوث بمركز من بعد الولادة، البعض منهم بيحبوا يبقوا بكنف العائلة. يجوز الوجهان، والأم هي بتقرر بالآخر، طبعا إذا وضع المادة بيسمح. رح نرجع إلى لبنان مع كلمة اليوم، رح بتعرفنا طبعا على شخص جديد وكلمة جديدة. من بعد البريك بتلاقينا زميلتنا مريم الحاج مع إصدارات جديدة للكتب. جوزي بيعيط وبيصرخ وعصبي وبيجنني وقلبه كتير طيب، وأنا ما في أروق مني، ما بفتح تمي أبدا، شو ما بيحكي بسكت، لأنه إذا بدي جاوب وبدي يصير مشكل وعندي أولاد أنا ما بدي خلي أولادي يسمع المشاكل ولهيدا كل تكي بسكت ما بحكي وهيك. مش مزبوط. أنا عندي بنتي بالبيت عمرها 19 سنة، إذا بتسمعني عم بعلق أنا وبي، أو بتعرفي ما بيستغني المرة والرجال، وأنا تعبانة مريضة، بتقلي ماما ماما بتخلوني يسمع صوتكم، ما تعيطوا. بتيجي عبي بتقلي بابا خلص بابا خلص بابا، اتركها للماما اتركها للماما، الماما مريضة يا بابا، شو عم تعمل لك؟ أوين بتعصب وبتهب عليا؟ إيه هيك هيك هو هيك من وقت ما أخذته. إيه بيكونوا هيك لأنه بتكون الوحدة بعدها جديدة، الأول عسل وبعدين بصل وبعدين تتعذب وبتصير تقي اولاد وخدي وركدي وتاكل صبيعة ندامي بعدين. انا تجوزت 16 سنة وعندي 5 اولاد، ولايك كيف صار فيي عظامي تختخت، ما بقاش في عندي صحة، ما بدي، بس جوزي قال لا بدك تخلفي. ايه مرت عمي بتقلي نحن لشو جبناكي ما بدك تخلفي، شو بدنا فيك تبناكي ما بدك تخلفي، وانا صغيرة عمري 17 سنة اتجوزت لانه ما بفهم، كنت عقلي صغير وما كنت بعرف شو لا لا، انا رحت خطيفي ما حدا غصبني لاني ما بفهم كنت. امي قلت يا بنتي شو بك شيء، انت بعدك يعني عمرك 16. قلت لها بدي اتجوز خلص. مرت عمي قد ما حكيتني وقالت لي وانا بتعيشي معي مبسوطه وابني كثير منيح وهيك، وضليت عندهم وجو هيك هي
أنا بنصح يتجوزوا، بس إنه كيف يعني؟ لأنه مش بهالأيام هيدي ما عم بتلاقي حدا عم بتفق مع بعض، ما في بتلاقي الوحدة بتتجوز تاني السنة بتطلق. البسر إيه. أنا جوزي بيشتغل عند ألفريد محشي، كان جاب لي أحلى فستان كانوا ياخدينه على الكويت. عن جد جوزي خياط أنا، إيه جاب لي فستان ورجعوا أخذوه على السعودية. لا ما هربت، أنا رحت خطيفة إيه، بس رحت زيارة عند بنت عمي بعرفهم وضليت عندهم، ولا جوزي بعرفه ولا بيعرفني هيك ابدا. والله هيك صار. هيك بنصحهم، بس اذا معيشرين بعضهم وعارفين اخلاق بعضهم، اذا عرف اخلاقه وعرف اخلاقه، بس ما بنصحهم هيك يزتوا حلو مثل ما انا رحت هيك ما بعرف ولا بيعرفني ولا بعرف اخلاقه ولا بيعرف اخلاقي. وبرضه ولو في كتير بيعيشروا وفي كتير بتعيشروا سنه سنتين وبعدين مش ضروري انه معيشرته، يمكن يتغيروا، يمكن هو يتغير، يمكن هي تتغير. هيك صار. كلمة اليوم رحت خطيفة. يلا باي.